أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز للمسلم أن يتهم جماعة معينة بأنهم يصيبون بالعين؟ لا يجوز للإنسان أنه يتهم الناس إلا بشيء واضح، بشيء واضح. أما مجرد تهمة فيجب إحسان الظن بالمسلمين، عدم إساءة الظن بالمسلمين، وعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ويكثر من ذكر الله، والله جل وعلا يحميه من العين ومن غيرها.